de questions qui vous disent, Monsieur Rahmani, est-ce que en faisant des grèves, en bloquant tout, ça va faire bouger les choses? C'est-à-dire qu'en faisant des grèves générales, il faut bloquer les grandes entreprises. Comme vous l'avez dit, On n'a pas de grandes entreprises. enfin, Il les faut bloquer entreprises les très grandes, entreprises d'hydrocarbures. étrangères, pour à ce moment-là, là, ils n'auront plus le choix que. لازم الشعب الجزائري لا كان حب يعمل ضغط حقيقي ماشي ضغط يعني يقضي على النظام الفاسد هذا، لازم يقضي على مصالح الشركات الأجنبية في الجزائر. Je les plus grosses, c'est Monsieur Rahman, les hydrocarbures. C'est ça. Non, quand les ports, les Enfin, les ports, les aéroports, aéroports, oui. Il y tous a une les. personne qui a posé la question, il faut أي fermer. شركة أجنبية لازم الشعب الجزائري يتصدرها داخل الجزائر. يعني لكان كان كاين مصالح في الجزائر. Monsieur Rahman, il y a une question. Je pense que. Alors, c'est Riyad, il vous dit, Monsieur Rahman, est-ce qu'il y a un espoir pour l'Algérie? Il y a beaucoup de gens qui perdent espoir. Justement, mais لازمش, il ne faut pas. Il ne faut pas perdre espoir. Il faut se structurer. Le peuple algérien, s'il se structure, il a gagné. لكان الشعب تهيكل وافرز قيادات او تمحور حول قيادات نجح في المعركه والثوره نتاعو ويقضي على النظام هذا. ماشي باسكو حنا شكلنا الكرويا، حنا الكرويا ماذا بينا كل الشعب الجزائري ينضم للكرويا باش يولي الكرويا قوه حقيقيه تتصدى. بلا ما نسمعوا الابواق تركيا وايران والامارات والسعوديه وحياكم الله واحرار العربان وشرابين بن البعير، ما نسمعوش الناس هادو. حنا جزائريين عندنا عقليه جزائريه، سياستنا واضحه، الشعب قال تنحاو كاع، ما قالش ارحلوا، قال تنحاو كاع باللغه الجزائريه. فعندنا سياسه جزائريه، عندنا اهداف جزائريه تاعنا في المنطقه تاعنا، حنا تابعه للثقافه تاعنا، حنا نتمحور حول قيادة تاعنا، احنا حتى من الإسلام المذهب تاعنا، احنا ما نديو المذهب تاع حتى أعرابي ولا تاع الخيم ولا تاع رعاة الماعز تاعنا. احنا أنا قلت لكم جو سوي أن ناسيوناليست أن ألجيريانيست، ما نؤمن بأي حاجة خارجة عن الجزائر أو عن المنطق الجزائري. انا جزائري، انا جزائري، انا جزائري. اللي فهم فهم واللي ما فهمش جو لي في ان كلان دوي، روح تقرا تفهم. الان حاليا المعركه اصبحت اسهل لان الجيش خارج المعركه السياسيه بصفه مباشره. حاليا ما عندناش، عندنا قائد اركان منصب تقني، ما عندنا لا وزير دفاع. والان حاليا السلطه السياسيه اللي هي التفونيه يعني التفون وأعوانه هما حاليا اللي في مواجهة الشعب. الجيش خرج بطريقة 50% من اللعبة السياسية، حتى ويحرك فيها من وراء الستار ما يهمناش وراء الستار، تهمنا الواجهة اللي أمامنا نقضيو عليها. واجهة اللي فابل اللي كومون ابي سا بير دو فيتيس اون فادير. هذا التفون تاعكم غير شرعي، الحكومة تاعو غير شرعية، الاجراءات اللي يتخذ فيها ولا التدابير ولا تغيير الدستور كما يقول هو غير شرعي، اي حاجه غير شرعي، اي حاجه ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. مسيو رحمن يا on peut imaginer un autre cas de figure. Il peut quand même sortir de la grande porte Boud, s'il veut, s'il voulait, et être l'homme de la situation. Ce qu'il aurait dû faire, Gaït Salah au départ. Aujourd'hui, il peut décider, effectivement, j'ai été élu légitimement, j'ai été mis ceci, il peut donner Soltan al-Shab et sortir par la grande porte. معليش نروح معاك كمان. هذه سي ان اوت كات فيغور، اون ايماجين. في احتمال انه التفون هذا عنده حريه كمفوض من طرف العصابه الاستعماريه في الجزائر. يعني رغم اني ما نمش بالموضوع هذا لانه انا كوري تاع الحمير ما تخرجي منه غير الحمير، ما تخرجيش منه الحصان. التفون هذا اللي كان عنده درة شرف ان براند دونور يعلن عن تنظيم
انتخابات رئاسية مسبقة في خلال 18 شهر على الأكثر. يعلن عن حل البرلمان بغرفتيه، برلمان ومجلس الأمة. يعلن عن تنظيم انتخابات لمفوضية تاع الشعب الجزائري طائر في الشارع. يعلن عن تسليم السلطة بعد تعيين المفوضية للشعب، ويكمل هو معليش في الحالة هذه كقائد للمرحلة الانتقالية لمدة 18 شهر، وتدخل الجزائر في سكون أبل une période de transition، مرحلة انتقالية حقيقية يمكن فيها تكون ثقة بين الشعب والقيادة المفترضة نتاعو، لأنه الاتجاه واضح مع تحرير مجال الإعلام باش الشعب تقدر تلحقوا المعلومة الصحيحة. ما تجيبليش قناة الحمار وأنيس الرحماني، ديجا كل القنوات هذه غير قانونية من ناحية القانون الجزائري. إنهم با داغريمون. لو ماكسيموم نتاعهم سي دافوار 5 ميم با سالاري 5 كوريسبوندون في الجزائر، لأنه لاغريمون نتاعهم واحد في الأردن، واحد في الإنجليز، واحد ما بالي شوين، واحد فيهم في الجزائر. قناة اليتيمة ما نهضروش عليها، خلاص لازمها حقيقة يعني تتحرر وتفتح المجال. سموها الناس قناة اليتيمة، أنا سميها قناة الهجالة، لأنه تسير نتاعها راهو تسير نتاع حاجة في مهب الريح، الرئيس اللي يجي تقول له أمين. وهذا غير معقول في 2020 مازال كاين إعلام مهيكل بالدرجة هذه أو بالطريقة هذه، لأن الجزائر حاليا لا فرق بينها وبين كوريا الشمالية. هذيك بالزيار وتعنا بالكذب، هما طريقتين لكن عندهم نفس الهدف ونفس المفعول. احنا بالكذب تعمي الناس، وكوريا الشمالية بالغليق تعمي الناس، في زوج الأعمى. Donc c'est quand même une possibilité que ça soit يحب الخير للجزائر اللي يعود يحس روحو جزائري. لكن انا هذه قلت لك تبعتك في السؤال نتاعك، لكن واحد من اصل يهودي من عائله يهوديه اندلسيه هاجرت الجزائر بعد ما حاوسهم ايزابيلا كاثوليك جاي عندنا الجزائر، ما نستناش منه حاجه كبيره، لانه ما يحسش انه جزائري، ما عنده حتى احساس انه جزائري، عنده ولاء للدين نتاعو السابق نتاع جدوده، وربما ولاء للصهيونية العالمية. نقولش ربما، عنده ولاء للصهيونية العالمية لكن ما عندوش ولاء للجزائر.